مع طبيب النفس معالجة لمسائل الصحة النفسية. راديو الحياة فم إذاعة القيروان للصحة، مرحبا بكم من جديد بما يسوكم صوتنا على 93 في موضوعنا لليوم مع الطبيب النفسي الشخصية الهستيرية مع دكتور وجدي سعادة، اللي كان عارف لكم الشخصية الهستيرية شنية هي، كيفاش نجم تحدد تقريبا شنية الشخصية الهستيرية، سورتو حكينا على المبالغة بطبيعة الحال، كنا حكينا لكم زيد على الفرق بينها هي والشخصية النرجسية، وكيد احنا مواصلين معك دكتور وجدي في الموضوع هذا، حكينا على العوامل اللي تنجم تؤدي وأسباب حدوث الاضطراب الشخصية الهستيرية هذا دكتور وجدي، كنا حكينا على العوامل الاجتماعية الوراثية وسورتو النفسية اللي كنا حددناها. أكيد دكتور ما زلنا مواصلين معاك في حديثنا، أنت كنت قلت ما فميش الحقيقة هو علاج دوائي ممكن للشخصية الهستيرية، هوني أنا حاب نسألك طبيب مباشر في العيادة متاعك، هل أنه فما حالات تجيك هي وحدها من تلقاء نفسها في خصوص شخصيتها الهستيرية هذه، وهو كشخصية نجم يلاحظ على روحهم، وإلا ليه مثلا حتى المحيطين به نجموا يقولوا، وإلا هل أنه فما حاجز بالنسبة للحالة هذه يقولك لا أنا ما نمشيش؟ هم في العادة راهو الشخصيات هذه ما قد كراهو انتشارها كبير في المجتمع في العادة راهو مش بش يجيك، مش بش يجيك عبد يقولك لا أنا طبيعتي هكا فيها مشكل وقلقتني طبيعتي، في العادة بش يجيك في الكمبليكاسيون، يعني اللي انعكست اللي هو نتيجة هذا عمل حالة اكتئاب، نتيجة هذا اللي يشتري عمل دي كونفيرسيون باش يجيك بالمرض اللي هو نتيجة الحالة، يعني الشخصية نتاعو كانت أرضية مسهلة للقيام مهيئة للمرض هذيك، دونك بلوتو باش يجي لعلاج مرض معين، فهمني؟ واضح؟ في حالات قليلة ياسر اللي هو مع الوقت اللي باش يقتنع بالربط بين شخصيته وبين المرض نتاعو، وقتها باش يولي يطلب علاجات نفسيه، باش يطلب علاج اللي هي الحقيقه قليل ياسر، خاصه مثلا في الشخصيه الهستيريه اللي هي مش ياسر خاضعه للعقلنا ياسر، يعني تمشي ياسر بالعاطفه وكذا، يعني باش يقول لك هاي تو نحب نتعالج على خاطرني عندك المبالغه في التعبيرات العاطفيه نتاعي، وعندي اوقات حتى الناس تفهمني بالغلط في خدمتي وكذا يعني اي بشوي فوتوالي جينيرالمون دكتور معناها ما يجيوكم مثلا كيما قلنا احنا في الخدمه وحكينا تي تاخد اكزومبل اللي هي شخصيه تكون نتاع المراه سورتو، انت دكتور كنت ركزت برشا لي كونها المراه تنجم تعاني من الشخصيه الهستيريه هذيا، هل انه هذه معناها اثبتت علميا انه المراه تنجم تكون عندها شخصيه هستيريه اكثر من الراجل في الحالات هذم؟ اي لا بالطبيعه واكثر بياسر فوالا، يعني هي الشخصيه موجوده اكثر بياسر عند النساء، ونجم راهو حتى نحاول نفهم الحكايه شويه، يعني نحن كمجتمعات يعني تخول اكثر للمراه التعبير عن المشاعر نتاعها. الطفل من هو صغير هو يبكي هاي اسكت راك راجل كيفاش فهمني، دونك التعبيرات على المشاعر تكون اكثر، يعني جيتو من المراه مسهلين لها، يعني ترى مراه تبكي قدامك ولا مراه ازمه ولا حاله عاديه، هما اجتماعيا تعتبر حاجة عادية، دونك هذا جانب. ثانيا حتى عندنا الجانب لا سيدكسيون الإغراء، يعني اللي يعني اللي هذا يعني اجتماعيا نمرأة أكثر مقبول من ناحية المرأة، يعني حتى مشجع عليه من ناحية المرأة، حتى مشيت الحجام راجل باش يمشي يعدي لك نص ساعة المرأة، فهمتني؟ وسي بليتو حاجة كما نقولوا اجتماعيا مشجع عليه. فوالا. فهمتني؟ دونك طبعا بخلاف انه كي باش نرجعوا نظريه التحليل النفسي وكذا، يعني فما اشكاليات اكثر يعني بالنسبه للمراه، يعني في التحول من العلاقه يعني الانشهاريه الملول مع الام. ذاك من بعد ذاك الارتباط بالبو يعني يخلق اكثر صعوبه عند الطفل، يعني لو رجعنا بالنسبه لنظريه التحليل النفسي. دونك هنا يا دكتور اللي نفهمه معناها وكل، انت كطبيب هل انه معناها هو شخصيه في حد ذاتها يتفيق بروحها اللي هي شخصيه هستيريه تنجم تكون مبالغ في تصرفاتها، وانت فيك حكيت على التراكمات اللي تصير وتفاقم المرض مع الوقت، وهما ما يجيوك كان في حالات اللي مرض
هو معناها المخالفات نتاع الشخصيه الهستيريه هذيك دونك يجيوك في مراحل هما تعتبر متاخره هنا. هل انه معناها احنا كنصيحه لانه صاحب الشخصيه الهستيريه هو ينجم يفيق بروحه اللي هو يعمل في حاجات مبالغ فيها، والا كيما قلنا بكري نجم هو يكون عن لا وعي قاعد يقوم بالاشياء هذيك، كيفاش هنا معناها نحاولوا اموا معناها كيما قلنا احنا هو ممكن ما يفيقش بالشخصيه نتاعو والا ما يحبش يعترف خلينا نقولوا بالشخصيه نتاعو. هو راه الانسان شخصيته بصفه عامه هستيريا ولا غيرها يعني هو كون نتيجه البيئه اللي عاش فيها نظره معينه للعالم والروح نظره هذيك سهل انه عبد باش يخضعها للنقد الانسان. لا هذيك نظرته هو نظرته للدنيا هكا كيما عبد ينظر نظرته للفلوس بالطريقه هذه نظرته لعلاقته بجاره وكذا يعني فما نظرة تكونت عند العبد اللي هي ولات اوتوماتيكية عند البشر. يعني صعيب انه العبد باش يراجعها الا في حالات معينة اللي هو باش تولي مثلا نفض تجي فرصة نحكيو على لي بيرسوناليتي فوبيك يعني فوالا اكيد التجنبية وديجا حكينا عليهم قبل شوي يعني مدات مرت في حالة الاكتئاب تاعو يعاود يرجع اي بالحق انا من صغير عندي صعوبات مع الناس ونحاول نجبد روحي من المواقف الاجتماعيه واقل ملاحظه ناخذها بالخايب يعني وما صعيب اللي في نهايه الامر باش يكون الهدف نتاعو هو تغيير الشخصيه ولا فهمت واضحه وكما قلت لك راهي حاجه اللي ياسر مقبوله اجتماعيا احنا فوالا معناها ممكن ينجموا معناها يراعي ويقول لك هذيك هي شخصيته ينجم ممكن يكون تحليل العبد اللي دايره به يقول لك هذيك هي شخصيته. انا نصدها جارتي وهي تبدا هكاك تكبر في الامور وتساعد في الامور على فهمني ومتازمه كيفاش انا عبد متازم باش نصده كيفاش يعني عندنا راهو في الجانب الاجتماعي واغلبيه الوقت راهم تلقاهم اجتماعيا ما يعني ما مقبوله يعني تعتبر مقبولين اجتماعيا يعني كان تجي تشوف بسهوله انت راك تو حتى تخمم تلقى في قاعدتك مع اصحابك فيهم شكون كذا تلقى في الانتوراج فاميليال فهمني سي حاجه اجتماعيه نحن بيدا كما قلت خاصه بالنسبه للمراه اصل محبذة فوالا تولي اي تولي انا وعن من قبلوها يعني تقبل الا في الحالات الدرجات الكبيره يعني باش تولي ياسر مقلقه يعني عبد مرات تبدا حتى يقلق حتى مرات المعالجين وكذا يعني العبد اللي تولي نسبه العقل نتاعو تقريبا تميل للصفر يعني كل شيء بالعاطفه وحتى باش تناقش معاه المشكل يعني بيان سور راهو الشخصيه في حد ذاتها ما نجموش كيما نقولوا سيتا كونتينوم يعني عباره يعني هل انه مثلا امراض الفده الكل كيف لا ثم الفده الخفيفه ثم الفده المتوسطه يعني بدات نحن في مجتمعاتنا الدرجات الكبيره هي المقلق في مجتمعات اخرى حتى درجه نحن عندنا مقبوله غادي باش تولي مش عادي كيفاش تتصرف هكا في الواحد وكيفاش ثم مجتمعات اصلا ما يعرفكش تقول له صباح الخير يقول لك كيفاش هذا الشيء عندي دونك هذوما دونك دكتور سؤال نختموا به احنا وكل انتم كاطباء مباشرين كما قلت انت تجيوك الا من الحاله نتاعهم تتفاقم هنا هل انه صعب عليكم كونكم تشخصوا تقولوا هذا حاله هستيريه والا بعد عده جلسات باش تنجم تحدد والا فما علامات تكون ظاهره واضحة في خصوص الشخصية الهستيرية اللي تنجموا تحدوا بها بسهولة اللي الشخص هذاك يكون عنده شخصية هستيرية واللي الحاجات اللي هي معناها جاكم بها والأمراض اللي جاكم بها هي منجرة على الشخصية الهستيرية. الهستيرية مش صعيبة في تشخيصها. واضح؟ يعني في العادة كما قلت لك فما كيجان بالمبالغ في التعبيرات على أفكاره في التعبيرات على المشاعر نقصد فما المجتمعي إلى جلب التعاطف مع الناس اللي مقابلوا متخيل هنا حبيت حاجه كان نجم نزيدوها اكيد يا دكتور مساله اللي كومبليكاسيون يعني احنا نسبه كبيره مثلا يجيك في حاله الاكتئاب مثلا يجيك وقت باش تكتئب ليستيري وقت اللي في العاده اللي هي ما عادش مركز الاهتمام كيفاش انا يعني باش تلقى ثوري امراه بصفه عامه تعيشها بالخايب ياسر وراجلها خانها مثلا ثور من امراه استيريك اللي تحس روحها اللي هي بطبيعتها عندها اشكاليه في اثبات الذات يعني لا يلزمني ديما انا نكون محل اهتمام تاع راجلي وديما لازم يراني احسن وحده في الدنيا بعد تلفت تلقاه مثلا خانها ولا تلقاه دونك تولي رده الفعل دونك باش تكون ضربه كبيره له ولا كما قلنا مثلا في حالات الاكتئابيه المتنوعه
الواحد ولا فما لي كونفيرسيون اللي يجيو ياسر يجيو سيرتو لي زورجونس يجيو لينا نحنا بعد تقعد مثلا حوايج لي كونفيرسيون اش معناها يعني هي فك تعبيرات في الموقف اللي فيها مقلقة سيتياسيون ستريسون تقدر باش تعبر عليها بالكلام باش تلاحظ افكارها باش تحاول تعبر عليها في اوقات يولي التعبير جسماني ها فعلا يعني التعبير جسماني باش يكون باش يكون هاي ما عادش تتكلم هاي ولات تترعى ها مرات تبدا حتى مرات فما هاي عندها وجيعه تعرفك النوع الوجيعه اللي جاي لاحظوها الاطباء زملائنا الكل وجيعه من صبعي الكبير تطلع تضرب لي في ساقي من بعد تطلع لي راسي من بعد يعني كل وجيعه تمشي كل مره لبلاصه وما عندهاش جانب طبيا معناها ما فماش معناها ما فماش حاجه اللي هي شويه عندها جانب عضوي فما مرات العلامات تكون حتى مرات ذهنية هذاك علاش يلزم الطبيب ينتبه يعني مرات تجيك حتى بخيالات هما مقبولة اجتماعيا معنى أنا وليتها وكيجي راجل في الليل جبة بيضة يخرج من حياته دونك تولي تتهيئ ولكن مش جانب قناعات كونفيكسيون انبرونابل مش شكل جانب الذهني يعني كي تناقشها قول لك بالحق هذيك راني قاعدة نتخيل راهو يعني ما فماش يعني علامات ذهنيه اخرى يعني جست في فترات الضغط علامات في اغلب الوقت تقعد مده قصيره وتمشي على روحها الحاجه الباهيه هنا شنو في الشخصيات الهستيريه اليوم شخصيات قابله للايحاء يعني مرات انه عبد من ناحيه انه باش يسمعها انه مرات تعاونها حتى بحوايج طبيعيه انه حتى بالهيبنوز بشويه بالتنويم يعني حاجات تتعاون انه كل العلامات الجسمانيه في ساعه تتحسن فهمتني دونك هذا جانب ايجابي في العلاج نتاع اللي فوالا وهذا المهم نتصور دكتور وهذا المهم نتصور اي هذه حاجه مهمه بيان سور يعني أكيد مشكور جدا دكتور وجدي سعادة طبيب مختص في الصحة النفسية على المعلومات اللي قدمتهم لنا في الموضوع هذا موضوعنا كان اليوم الشخصية الهستيرية حاولنا نعرف لكم الشخصية الهستيرية شنو هي كيف نعطيكم الأعراض اللي تظهر الأسباب كلينيكيا كيفاش نجم تتبين الشخصية الهستيرية هذه كيفاش هما زاد كأطباء ينجموا يشخصوا الحالة هذه وسورتو اللي معناها ما يقتنعش الشخص هذا بالشخصية نتاعو يكون عارف ما يحبش يمشي مالوغوزمون يمشي وقت اللي تتفاقم به الحالة ذيك علاش نحاولوا هكا نجري ونساق والحاجة الباهية والمفيدة معناها والمهمة جدا أو كونوا احنا كمجتمع معناها قابلين كمان ردة الفعل متاع الأشخاص هذوما أما لكن ديما العلامات وما نحبوش نوصلوا للتفاقم متاع الحالة هذه مشكورين جدا الناس اللي تبعتنا على 93 راديو الحياة فيم إذاعة القيروان للصحة مع الطبيب النفسي زاد كيف إذا كانت حابوا نطرقوا الموضوع معين مرحبا بتليفوناتكم على 70035 120 زاد مشكور جدا نوفل الشرطاني في الاخراج التقني الحصه محمد قدحلي امن لكم الديجيتال شوي اخر زاد يجيكم رحايم في سونتي 5.0 زميلنا رحايم المجبري ابارتير من 11 نتاع الصباح مريم منصوري كوتي ميكرو تقول لكم خليكم في بقيه متابعه طيبه لبقيه برامجنا على الحياه فهم دمتم في امان الله مع الطبيب النفسي مع الطبيب النفسي معالجه لمسائل الصحه النفسيه